العربية وفي الذاكرة الإفريقية وفي الذاكرة العالمية. هذا الحدث، هذا الحدث الذي لا شك أن هذا النوع من اللقاء سينظر إليه ليس فقط كحدث تاريخي مرة وانتهى الأمر، ولكن من خلال هؤلاء الباحثون الكبار الذين سيساهمون ويبدون بدلائهم في هذا الموضوع، سيسلطون الأضواء الكاشفة على جانب، كل واحد سيسلط الضوء على جانب من الجوانب التي يجب أن نستحضرها في هذا الجانب التاريخي والسياسي والاقتصادي والأنثروبولوجي والسوسيولوجي وما إلى ذلك. ملي نشوف هذه الضحايا واش حنلقاو كل مرة عن كيخص يكون واحد عمل فيه حزم وعزم الحقوق ديال ولادنا الضعاف، الحقوق ديال بناتنا والشرف ديالهم تعرض للاغتصاب. ما غادي نتخباوش من وراء الاحداث ديال مراكش واللي كانوا دايرين منها قنبله، لا انا تقول لا ما عندنا ما نديرو بهم، انا لا ادعو الى فتح الحدود معهم لانهم شر مستطيل غادي يبقى معاك. علاش؟ لانه حقد تاريخي ماشي حقد سياسي، حقد تاريخي جزائري. انا كنت كنقولها بجميع المحافل هذاك شغلهم، ولكن عندك انت امانه علميه خصك توصلها باش بالحجه والبيان. مدينه دينا العلويين راه من محمد الاول هو كيودي لينا فالعسكره بلدنا في عام الماضي في كلبسان في عام 1653 محمد الثالث مولاي يزيد مولاي سليمان مولاي عبد الرحمن محمد الرابع مولاي الحسن الاول، حنا كنعرفوش هذا الشيء، كنعرفوش. ملي كتقول انت الحسن الاول ضد الفرنسيين في الجزائر تيقول كيفاش هذا الشيء؟ خطير هذا المسائل. ملي تنشوف السلطان مولاي عبد العزيز يتطرح على ابوابه مراكش ولا فاس العديد من الرسائل ديال الجزائريين، وراه كنت انا وزيد العامل واحد المره في المكناس العديد من الجزائريين تيقولوا ها عرضنا البيعه ديال مولاي الحسن الاول بالوثائق وحنا ساكتين. واش حنا غادي نجيبوا دي من الصحراء غير المهرجانات ديال الشطيح والربيع ولا؟ هذا سؤال خطير. العلم يذهب اليه، العلم كيخصك تدخل للمجتمع الغربي. هذه القضيه دابا اللي كنحنا عليها اليوم تكاد تكون غائبة داخل الجامعات الأمريكية والجامعات الأوروبية والجامعات الآسيوية. أنا خليني من المجتمع المدني، لا صانع القرار. واش حنا مشينا هضرنا على الصحراء المغربية في السوربون في كامبريدج، واش الدولة ديالنا فتحت لنا وجهات العلماء والخبراء وبدات لستوكهولم باش تبين لهم العلاقة اللي كانت كبيرة وكيفاش اعترفت السويد المغربية الصحراء في عام 1963؟ ولا ما تعرفوش هادشي؟ بل هذاك السيد اللي تيكون في المنصب ما نقولش ما تعرفش هادشي، كيفاش غادي يوصل لك هو المعلومة؟ واش ملي كنمشي لعند محمد الثالث مع كارلوس الثالث وكارلوس الرابع تعرفوا بلاد والو؟ هنا فين كتقربنا الجزائر؟ هنا فين كتعطينا الجزائر العصر؟ تنظن على انني طولت، ولكن باش نختم لا بد من تضافر الجهود، والجهود يكون على راس الاكاديمي المتخصص. كنستر دائما على كلمه المتخصص. علاش؟ عند الاعداء ما نعسينش، ملي كتوقع شي زله لسان تيقول لك اجي تشوفوا ولادهم اش كيقولوا. حنا تيخصنا دائما في قضية الصحراء لأنها قضية شائكة، أنا مازال تنقولها شائكة. شوفوا ملي اعترفت أمريكا بالسيادة ماشي بحكم الذاتي لأنها فرق كبير، باقي المغاربة غالطين شوية. خصك تمشي معايا نيشان كما قال جلالة الملك. الشريك الاقتصادي خصو يعري عليه وجهه بحيث قناع، واش أنت معايا في الوحدة الترابية ولا لا؟
أمريكان خرجت، أمريكان خرجت السيادة المغربية على كل يسطرم على كل أقاليم الصحراء. ورقة الحكم الذاتي طرحناها فيها العديد من الأشياء اللي ما عارفينش ديال بلادنا. كيفاش غادي يشرحها لي ولا غادي يهضر عليها؟ ولكن خصها تكون حاضرة دائما بالتحليل والدرس. حنا دابا واحد القضية تنقولها وكنحتضر على أننا كنعسو حتى كيقرب لو 6 نوفمبر عاد كنخرجو 18 نوفمبر عاد كنخرجو نهضرو. ولكن واش هذا غادي يكون يكفي لوليداتنا؟ علاش؟ زيادة وخلوقة المسام لويد دوز 54 كنا في الخدمة، بعد الخدمة كانت هذيك المسيرة الخضراء اللي كانت في قبل 75 كانت المسيرة الخضراء. المهم من سيدنا دار المسيرة الخضراء حنا كنا في الجزائري بداو كيديروا مظاهرات في بوليزاريو، يقولوا في بوليزاريو تحيا بوليزاريو داكشي. حنا مغاربه ما يمكنناش نديروا داكشي، حنا عاونوهم في الاستعمار. كنت انا كنقرا وكندخل معايا السلاح لا كلاس، ديك الساعه كنا نعيش مع ولاد فرنسا ماشي مع الجزائريين. هي هذيك مشينا سيدي فجاو حتى جينا للدار ذبحنا في العيد الكبير، ذبحنا كملنا علقنا وما يدقوا علينا. السلام عليكم. السلام. قال لك ودي الملك بغاكم. البوليس قال لك ودي الملك بغاكم، خصكم تمشيو باش تمشيو عندو تسجدو. كان مشكل مشيو. سيدي مين مشينا للكوميسارية جلسنا في السيلون تقريبا النهار كامل لا ماكله لا شراب. حتى ديك السبعة الثمانية جاو الكيران هزو المغاربة المطار قدام المطار اللور، عاد البوليس اللي في وسط الكيران. مشينا حتى وصلنا للحدود، وصلنا للحدود دخلوا للديوانة بداو يحيدوا الذهب للعيالات، اللي عنده شي فلوس كيحيدوا ليه، اللي رسموا له النيه، اللي داروا له كل شيء. تكملنا دخلنا للحدود، دخلنا للوشتا، كانوا هما قالوا لنا راه ديالكم على المغرب، قال لك كاين لصقوا صفاح الجزائريين رجليهم عرفتي صفيحهم. هنا ربما واش هادشي كاع لهاد الدرجة المغرب داير هادشي وحنا كاع يديروا فينا خير؟ ما يمكنش. جينا دخلنا للحوض لقينا الدنيا خاوية، ما كان الجزائريين ولا حتى شي حاجة، كلشي خاوية. فرحوا بينا. المهم السلطة المحلية فرحوا بينا، مشينا دخلنا المغاربة وي دخلنا الوجدة قال لك ودي راكم في بلادكم، الحمد لله راكم في البلاد ديالكم. دخلنا الوجدة، جلسنا في الوجدة، دخلنا لافوار، كاين اللي دخل لافوار، كاين اللي دخل الخيرية، كاين اللي هذا، داروا لنا الكياطر كتعرف وقت البرد والشتاء والثلج وهذاك الشيء. جلسنا في هذا، ويجي إعلان من عند سيدنا قال مولد اللي عنده شي بلاد يمشي ليها. كان اللي مشى لمكناس، اللي مشى لفاس، اللي مشى اللي عنده عائلته بفاس في مكناس الصحراء، كاين اللي مشى للرشيدية، كاين اللي مشى لأرفوت، كاين اللي مشى كلها وفين مشى، كاين اللي مشى لبوعرفة. هذيك تا جات وقت الخدمة عاد دخلوا المغاربة يخدموا. هادشي اللي كاين. دابا حنا متابعين الأمم المتحدة ومتابعين جنوب، نشوفوا جنوب وهاد الحكومة ديالنا ما دايرة معنا والو، راك سمعتي واش كيقول؟ خلينا رزقنا ضروري، راه واش أنت خارج غير بيستا والدار ديالك كلها عامرة؟ شنو هي؟ واش أنت جيتي عريان ومشيتي تمشي عريان؟ جيتي على فرنسا، دخلتي على فرنسا، ما دخلتيش على الجزائريين. الجزائريين غير ولاد الحركه. زياده وخلق تما، وقلت لك راه قلت لك دوزنا فرنسا تما، ما خلينا ما دخلنا سلاح. لا كلاس كيكون البراجات، دوك الفدائيين كيكونوا في لي براج ما كيقدروش يدخلوا يقلبوهم. الجزائريين مي حنا كنكونوا دراري صغار، كيعطيك فردي ولا يعطيك غرونات، يقول لك الله يرحمك.
دوز عليه حتى عندو حتى عاوناهم بزاف، عاوناهم ماديا فلوس، المغاربه كلهم عاونوهم فلوس ذهب. الفدائيين كيجي عندك كيدق عليك انت مغربي عاون الذهب وعاون هذاك الشيء، الا ما عاونتيش راه انت خاين. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.